بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقيه تعزيه ومواساه الى فخامه الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس جمهوريه ايران الاسلاميه عبر فيها جلالته عن صادق تعزي وخلص مواساته بوفاه الرئيس الايراني الاسبق اكبر هاشمي رفسا جاني داعيا جلالته المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم فخامته والشعب الإيراني وأبناء الراحل وذويه جميل الصبر وحسن العزاء